أمينة، ولكن ورد خبر بس منذ قليل أنه في أنباء بتقول أنه خروج قطار عن السكة الحديد في إحدى محافظات الصعيد. معنا للتعليق ولمعرفة بالضبط هل حدث هذا أم لا اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية. أهلا بك سيادة اللواء، ما الذي حدث بالضبط؟ أهلا بك يا فندم، أهلا بالجمهور العزيز يا فندم. أبدا في قصد كان مميز جاي اختراع قوة الصعيد تعالج الجنوبي في العقبه الاخيره دي قطعه تحمل الضاني، يعني نزلت عن القضيه، مش القطر اتقلب ولا وقع ولا في اي حاجه، تم فصل العربيه والقطر كمل لغايه بورسعيد ووصل بالسلامه والعربيه اترفعت ثالثا. لا للاسف الصوت ليس واضح بالنسبه لي بالقدر الكافي، ولكن يعني لا يوجد خسائر لا ماديه ولا بشريه. ده يا فندم مفيش تفاصيل معروفه، 12000 اللي هو هذا الكلام ما حصلش يا فندم. انا بقول لحضرتك عجلات اخر عربيه ضعفت على الاوتوبان اللي نزلت من العربية بتاعت القطر مسير لغايه بورسعيد. نعم، هي هذا ما تقوله سياده اللواء في اي محافظه بتتحدث؟ قبل بورسعيد ب 40 كيلو. يعني أنا للأسف مضطرة أن أنهي المكالمة لأني بالفعل لا أسمع بشكل لا أسمع الصوت بشكل كامل. سيادة اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، شكرا جزيلا لك يا فندم.